بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الخل غذاء ودواء. كشفت البحوث الطبية عن فوائد للخل ولا زالت تكشف المزيد، فقد ثبت أن مادة الخل تمنع الإسهال بسبب احتوائها على مواد قابضة، كما أن النبي تحدث في الحديث الشريف وقال نعم الإدام الخل. كما أن تناول الخل بشكل خفيف ومنتظم يؤدي إلى تطهير المعدة والجهاز الهضمي للإنسان، وينشط عمليات الهضم ويقتل الطفيليات في الأمعاء، ويعتبر الخل مضادا حيويا جيدا. وقد ثبت فائدته في علاج اللثة الملتهبة وتسوس الأسنان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت في الحديث السابق عندما قال نعم الإدام الخل. إن هذا الحديث يدل على أن النبي لم يأمرنا بشيء إلا وأثبت العلماء فائدته، ولم ينهانا عن شيء إلا وأثبت العلماء ضرره، والله أعلم.